لما يكون في واحدة عينيها وحشة وبتحسد أي حاجة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتونا والله. ربنا يخليك يا أستاذ حموبش. هي فين المدام؟ جاي حالا أهي يا تنكهانم. أهلا وسهلا، نورتونا والله. أهلا بيكي، إزايك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، بيتكو حلو قوي. مش عارف يا حموكشة، البيت بيتهز ليه؟ ايه ده يا حموكشة، الحيطان الشراخة كده ليه؟ انت يا مدام بلاش تبصي على حاجة، مش عايزين فضايح. اخس عليك، مش انا. حصل خير الحمد لله، انها جت على قد كده. بس ايه ده، بص الهزة دي كلها والشاشة زي ما هي، ما اتحركتش، شكلها شاشة جامدة قوي. ها؟ يا استر يا رب، قلت لك ما تبصيش على حاجة. منورة يا حبيبتي، ده نورك. هروح اعمل لكم عصير. استني يا تنكهاني، انا جايه معاكي. معلش بقى، اللي بيحصل ده والله قضاء وقدر. ايوه طبعا، الحمد لله. وانت عامل ايه بقى في الشغل؟ الحمد لله والله تمام. بس انت خسيت كده ليه يا عم؟ الحمد لله انا عايش لحد دلوقتي. ها؟ ايه ده، انت ما جبتش العصير ليه؟ الخلاط اتحرق. ها؟ طيب خلاص اعمل لنا شاي. الانبوبه فضيت والغلايه فرقعت. ها؟ خلاص انا هتصل بالسوبر ماركت يبعتولنا عصير. ايوه يا محمد، عايزين 4 عصير لو سمحت. ايوه بسرعه بالله عليك. الو عم محمد، انت رحت فين؟ ايه يا عبد الله، باباك ما بيردش ليه؟ ايه، وقع واتكسر؟ لا اله الا الله. ماشي ماشي، معلش، سلام. عادي عادي، مش مهم نشرب حاجه، المهم ان احنا قاعدين كلنا كويسين مع بعض. اه طبعا الحمد لله. بس انت يا استاذ حموكش عندك شخصيه جامده قوي، المدام قالت ان انت ما يعني شخصيتك جامده وما يقدرش يستغنوا عنك في الشغل ابدا. اه الحمد لله. الو، في ايه؟ ايه الشركه ولعت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. الا والشركه ولعت، مش هنلاقي ناكل العيال يا حموكش. انا بقول ان احنا هنستأذن وكفايه لحد كده، ان شاء الله فرصه سعيده. انا بقول كده برضه. مش مهم يا استاذ حموكش الشغل، المهم ان انت صحتك كويسه. يا بطني، بطني وجعاني قوي، مش عارف في ايه. انا زنوك، هدخل الحمام واجي. يا رجلي. حموكش الف سلام عليك. معلش يا حموكش، قوم. يا ده انت رجليكي سريعه قوي، بسرعه جريتي كده عند جوزك وتخبطي عليه، ايه الحب ده؟ ألف سلام عليكم يا جماعة والله، هنستأذن احنا عشان احنا مستعجلين قوي، معلش يعني. أبوس إيدك، خدها وامشي. يلا يا مدام، بتتفرجي على إيه؟ ياه، بيحبوا بعض قوي. ما تبقى يا ست هانم، مش شايفاني واقع ومش قادر أصلب طولي، أنت كمان جاية تكملي عليا، ده إيه الجوازة الزفت دي؟ اقطع عليك راجل، مش شايفني متصلة أنا كمان. ها؟ يلا الله يخرب بيتك. أنت بتزعقلي قدام الناس يا حموكشة؟ طلقني. Huh?